جيت اليوم لأطبخ عند جريس بالمطبخ، بس لقينا إنه في جنينة حلوة، فتعرفوا أنتوا هنطبخ فيها. هاي. والله برافو عليك انك طبخت برا اليوم. انا اصلا ما بطبخ الا برا. ايه انت منك اندور ولا شوي خاصه بهالطقس الحلو. ما بحب فوت على البيت بالمره. على طول بتطبخ برا؟ ايه اكيد دائما. اليوم حنعمل اكله جديده مش موجوده بعد، هي شاورما بالاناناس. شاورما بقلبها او حدا؟ لا معها. مع اناناس. ايه. اوكي ديل. ايه. شو بدك ساعدك؟ بتقطع البطاطا هلا؟ اكيد عندك كثير. طب انت كيف تطلع بالريسيبيز هيك؟ يعني تكون قاعد تحط انجريدينتس تلعب وبلش اخلط براسي ايه وبيطلع معي اشياء. عن جد؟ بجرب قبل ما تدوقها او بتدوقها دغري هيك اون ذا سبوت؟ لا بس بخلص بدوقها بكون متاكد انه حتطلع طيبه يعني. صح. بس ممكن شيء اذا شيء صعبه اعملها قبل ما اصورها. شيء اكله صعبه او حاسس انه ما حتطلع. شو كنت حاطط؟ ما حقول. لا بس ما نعملها يعني. حقاتي بشارك ليه؟ ايه صار كتير في ناس بتعرفني. تعرف ليه؟ يعني انا من الاشخاص بس كنت لعندك ببلش اطلع ريسيبي ورا ريسيبي ورا ريسيبي. اول شيء الفيديوز كتير مفهومين وطبخاتك منا عادية بس منا فلسفة، يعني بدي يكون مثلا صح شاف لأعرف قصة. صح وأعملها. هاي هي اللي أنا بستعملها عشان الكل يقدر يعمل الريسيبي. هلا بندق توم البهارات. حطوله يعني؟ قطع الزنجر. صغيرة؟ أوكي قطع صغيرة عشان نقدر ندقهم. تعلمت أكثر شيء من الوالد، يعني هو بيطبخ هيك. كلكم بالبيت وبلشت فيها وانا عم بشتغل عليها. انا وصغير بعمل، يعني بحب اخترع بالمطبخ وهيك دائما. انا فوت بساعد امي كانت بالمطبخ. انا كنت اخذ 5000 لاعمل لاهلي قهوه، مش عم بمس كنت شادشن على القهوه. حتى انا كنت اخذ 5000. اوكي هلا بدنا نطحن الثوم، نحط معه الزنجبيل. هلا بنحطهم فوق الدجاج ونحط ملح. خل تفاح وزيت زيتون وكزبرة يابسة. بنخلطهم وبنخليهم شي ساعة عجنب. بالبران؟ ايه بليز. هلا هيدي الحركة اللي نحن جايين كرمالها. اوكي؟ هيدا التويست. صح. اوكي هاي بنخليها كبيرة. لأن حتى بالسيخ. بالسيخ صح. جاهزين؟ خليني بلش اول شيء بتجي عم تساعدين. ما بتخليني اعمل شيء. جرب دق هاي. زيت زيتون شوي، هي عم تبرم هيك. يلا لا بدنا نولع هلا.
هلا قد ايه بدها وقت على النار؟ بدها من 35 دقيقة ل 40 دقيقة مفروض. المفروض هلا تكون استوت على الاخر، اوكي؟ سو هلا بدنا نشيلها، اوكي؟ لان استوت على الاخر. عن جد كثير تعبت اللي عملت لك اياها هيدا اليوم انا. ايه يعطيك العافيه، انا ما صدقت. فاشن لإله يعني. وهيدي عشان التويست. فيك تعرف كثير هينة تنعمل. ايه. يعني فيها كثير فليفرز بتشهي جديده، بس انه هينه يعني سمبل، ما انا كثير ما انا صعبه لتقدر تعملها. بعدين الشكل اذا جاي لعندك حدا انه عازمهم على باربيكيو تيجي تحط هيدا قدامهم كثير حلو. نعم عن جد. انا معلم معلم شاورما من يوم يوم. هلا بضل طعم الدجاج مثل ما هو. بتحسها مويست من ورا الاناناس هيك، ومنها منشفه، منها مع انه صدور الدجاج هذه منشفه.